بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن غرامات تقديم الإقرار خلال 60 يوم أو بعد مضي 60 يوم من المهلة المسموحة لتقديم الإقرار، وده طبقا لقرار وزير العدل رقم 2225 اللي أعطى الصلاحية في التصالح لرئيس مصلحة الضرائب، واللي نزل على إثره بقى بعض التعليمات زي التعليمات 45 لسنة 21 وبعض التفسيرات اللي احنا هنتعرض ليها النهاردة. طبعا اول حاجة هنعملها ان احنا نروح نبص على قرار وزير العدل اللي هو رقم 2225 لسنة 21 بالترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قبول سداد مبلغ التصالح في الجرائم الضريبية، طبعا بعد الاطلاع على القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية. المادة الأولى، يرخص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها، وصدر القرار ده في 1/4/2021. وهنا أصبح من حق رئيس مصلحة الضرائب إن هو يقبل مبالغ التصالح كويس في الجرائم الضريبية اللي منصوص عليها في القوانين طبعا الخاصة بالضرائب زي القانون 91 والقانون 206 والقانون 211 و67 للقيمة المضافة. وعلى إثر ده طبعا صدر بعض التعليمات أو الخطابات، يعني هنا مثلا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الضرائب قيمة مضافة بيقول: نظرا لصدور قرار وزير العدل رقم كذا اللي احنا اتكلمنا فيه، نتشرف بأنه تم عرض المذكرة على السيد المستشار الضريبي للسيد دكتور وزير المالية بشأن كيفية تطبيق القرار على المخالفات الخاصة بالإقرارات الصفرية ولا شيء، والتي تمت في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 91 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمنتهي الرأي فيها إلى هنا. هو بيسأل على الإقرارات الصفري والإقرارات اللا شيء اللي مفروض قدمها أصحابها بعد تاريخ طبعا تاريخ تقديمها، وإزاي هنتعامل معاها في ظل القرار اللي طلع ده. فطبعا تم الوصول لرأي بيقول ان اتخاذ مبلغ الغرامة المنصوص عليها كعقوبة للجرائم الواردة بالقانون 11 لسنة 91 اللي هو بتاع قيمة بتاع ضريبة المبيعات، والقانون 67 ل 2016 اللي هو الخاص بالقيمة المضافة المقدم عنها طلبات تصالح بعد العمل بالقانون 206 كأساس لحساب مبلغ التصالح عند تطبيق القرار المذكور أعلاه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا حضرتك صدر قرار قال لو أنت عندك أي إقرارات خاصة بالفترات اللي كان ساري فيها قانون ضريبة المبيعات أو قانون القيمة المضافة قبل صدور القانون 206، مفروض أن مبالغ الغرامات اللي موجودة في القوانين دي هي ما سوف يطبق بشأن الإقرارات الصفرية والإقرارات اللا شيء كويس، وطبعا مش هيسري عليه الغرامات بتاعة 206 لأن مفروض الحاجات دي كلها الوقائع دي تمت في ظل تطبيق القانون اللي هو 11 أو القانون 67. وتأشر عليه من سيادته بتاريخ 30/6/2021، وطبعا هنا بقى بيقول: ولذلك يرجى من سيادتكم التكرم بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم قانونا ومراعاة ما تم ذكره عند التصالح في المخالفات الخاصة بالإقرارات الصفرية ولا شيء. خدت بال حضرتك بيتكلم على الصفري ولا شيء، الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والمقدم بشأنها طلبات تصالح بعد العمل بقانون الإجراء. عشان بعض الناس كانت بتقول لا، ان مجرد صدور القانون 206 خلاص احنا اي مخالفات او يتم التصالح فيها هيتم التصالح طبقا للقانون 206 وطبعا المعدل بالقانون 211، ولكن لا، هو في الحقيقه القرار ده بيقول لا، ادام التصالح ده عن الاقرارات الصفريه ولا شيء اللي كان مفروض تتقدم في ظل القوانين السابقه، فيبقى الغرامه اللي منصوص عليها هي طبقا للقوانين السابقه. بعد كده نزلت التعليمات رقم 45 لسنة 21 واللي اتقسمت لثلاث فقرات زي ما حضراتكم شايفين، وبيقول هنا: بمناسبة صدور قرار السيد المستشار وزير العدل بشأن الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية على كافة الإدارات المختصة، وهنا بقى قال إيه؟ دخل وقيمة مضافة. قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها مع مراعاة مالي، وراح مقسم ثلاث حاجات. أول حاجة جه قال لي ايه؟ يقتصر التصالح وفقا لهذا القرار على الجرائم المعاقب عليها بالمواد ارقام 69 و70 فقره اولى و71 من قانون الاجراءات الضريبيه الموحد الصادر بالقانون 206 لسنه
20، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الوقعة وتم تقديم طلبات تصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه. فالمادة 70 بتقول يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يوم من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة ما تقلش عن 5000 وما تجاوزش 200000، وتضاعف طبعا إذا تم تكرار جريمة خلال 3 سنوات. يبقى هنا التصالح هيقتصر على الجزئية ديت. في المادة 9 وعدلت طبعا المادة دي بالقانون رقم 211 لسنة 2000 طبعا 21 على النحو التالي: يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يوم من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة غرامة من 50000 لمليوني جنيه، وفي حال تكرار الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. طبعا المادة 69 كمان قالت يعاقب بغرامة ما تقلش عن 3000 ولا تجاوز 50000 فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة. يبقى الغرامة حاجة والضريبة والمبالغ المستحقة حاجة تانية. اللي بيتأخر عن تقديم الإقرار عن المدة المحددة في المادة 31 طبعا بما لا يجاوز 60 يوم، طبعا هنا هو قسم العقوبات في خلال 60 يوم وما يجاوز ال 60 يوم. طيب، أو هنا طبعا بيتكلم اللي ما يجاوزش 60 يوم من 3000 ل 50، اللي تجاوز ال 60 يوم طبعا اتعدلت في القانون 211 بقت من 50000 ل 2 مليون جنيه. كمان بيقول ان اللي بيتقدم ببيانات خاطئة بالإقرار اذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به الإقرار، وطبعا موظفي المصلحه من القيام بواجباتهم ولم يمكنوا من ممارسه تخصصهم في الرقابه او التفتيش والمعاينه والمراجعه. وطبعا بقى المواد 6 و7 و8 و9 كل المواد دي بتتكلم على لو حضرتك عملت تغيير وما بلغتش المصلحه في خلال 30 يوم، لو انت ما اعرفش كنت بتعمل مثلا تاجير او نشاط عقاري وما بلغتش. طبعا بيتكلم كمان في الماده 71 عن غرامه ما تقلش عن 20000 وما تزيدش عن 100000 جنيه كل من خالف احكام المواد 24 و28 و35 و37 ويعاقب بغرامه لا تزيد عن 50000 كل من يلتزم من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الالكترونيه خلال المده المقرره قانونا. وهنا طبعا بيتكلم على الاشتراطات بقى، ان انت لازم عندك فاتوره الكترونيه، عندك سيستم، عندك حسب الضوابط طبعا ونزلت حتى في التعليمات التنفيذيه ان احنا لازم يبقى لنا توقيع الكتروني وغيره. يبقى هنا هو التصالح اقتصر على الثلاث مواد دول 70 و69 71 اوكي، ودوت زي ما احنا قلنا كده في الحالات بس اللي ما يتوافرش بشانها مستحقات ضريبيه عن الفتره محل الوقعه. خلاص، بمعنى ايه؟ يعني ما كانش فيه ضريبة. كويس؟ طب كويس او ماشي. الفقرة التانية جت قالت ايه؟ بيقول يكون مبلغ التصالح بواقع تلت الحد الاقصى للغرامة المقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة. طبعا التلت يعني ايه التلت؟ وقال التلت من ايه؟ من الحد الاقصى. يعني هنا مثلا الحد الاقصى 2 مليون جنيه، يبقى انت بتتكلم على تلت ال 2 مليون جنيه. يعني بتتكلم على حوالي 600000 جنيه، 666 و666. كويس؟ أو سداد طبعا بالفترة حالة التصالح قبل رفع الدعوة، ده لو قبل حضرتك ما الدعوة اترفعت أو راحت النيابة أو دخلت المحكمة، أو سداد ثلثي الحد الأقصى المقرر للجريمة المشار حالة التصالح بعد رفع الدعوة وقبل صدور الحكم. خلي بالك هنا رفع من التلت للتلتين. خلاص، يعني معنى كده حضرتك بتتكلم على حوالي 1,200,000 جنيه أو 1,300,000 جنيه إذا حضرتك رحت واخد بالك رفعت الدعوة وحبيت تتصالح. طيب، وقبل صدور الحكم أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. خلاص، يبقى خلي بالك برضو تاني، قال سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حالة التصالح بعد رفع الدعوة وقبل صدور الحكم في الموضوع أو الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. طبعا أيهما أكثر هيطلع طبعا الإيه؟ التلتين. كويس، أو التلت طبعا في اللي فوق. طيب، ووفقا لاحكام الماده 18 مقرر مقرر الاجراءات الجنائيه الصادر بقانون 150 لسنه 1950، وده طبعا القانون الاجراءات الجنائيه يعني مو. طيب، 3 يتم التصالح وفقا لنص الماده 75 من قانون الاجراءات الضريبيه الموحد المشار اليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينه بالبند 1 اللي هو الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه. خلاص، من هذه التعليمات حال توافر مستحقات ضريبيه عن الفتره. يبقى خلي بالك اللي فوق كان ما فيش مستحقات ضريبيه، هنا انت بتتكلم ان في مستحقات ضريبيه، يعني كان في الاقرار في ضريبه. خلاص، طيب، او في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبيه واجبه التطبيق. طيب، ماده 75 بتقول ايه؟
بيقول لك يجوز للوزير او من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليه في هذا القانون او القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائيه مبلغ يعادل 100% من قيمه المستحقات. وحط خط تحت قيمه المستحقات دي، ليه؟ لان قيمه المستحقات دي يقصد بيها قيمه الضريبه، واذا كان هناك اي غرامات تاخير موجود. يعني حضرتك مثلا في ضريبه القيمه المضافه عليك 100,000 جنيه ضريبه، وعليك ضريبه اضافيه خلاص 50,000 بقوا 150، دي اسمها مستحقات ضريبيه. يبقى هو عاوز 100%، حضرتك هتدفع 150 وتدفع زيهم 100% مره ايه؟ مره ثانيه. طيب، ويكون الدفع لخزانه المصلحه او من يرخص له في ذلك من الوزير، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائيه الى المحكمه اذا دفع 150%. طب لو انا رحت المحكمه بس ما صدرش حكم 150، طب لو صدر حكم ادفع 175، يعني ال 150 اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول كنت حضرتك هتدفع زيهم 150 لو انت ما كنتش خلاص رفعت دعوه. طب رفعت دعوه عاوز اتصالح، هدفع 100، هدفع ال 150 زائد 150% من ال 150، يعني بتتكلم في 225,000 جنيه. كويس؟ طيب لو انا صدر حكم وعاوز اتصالح، كويس؟ لا، يبقى هنا هتدفع حضرتك 175%، يبقى هتدفع ال 150 الاصليين و 175%، يعني انت داخل في حوالي 300,000 جنيه، 200 حاجه و70، 200 حاجه و60 حاجه كده. خلاص؟ يبقى دي الماده رقم 3. حد بقى، يعني انا مش عارف طبعا هل ده صادر عن المصلحه او حد من الزملاء منزله، ولكن لقيت حد عامل العقوبات المخالفه في الجدول ده، ف يعني حبيت ان انا استخدمه، فانا بشكره. انا مش عارف هو مين، ولكن يعني هو هنا قسم اقرارات محمله بالضريبه زي ما احنا اتفقنا، واقرارات غير محمله اللي هي اللا شيء والايه والصفريه، وقال لك تقديم الاقرار خلال 60 يوم بعد مهله السماح، او تقديم الاقرار اليوم ال 61 بعد مهله السماح. كويس؟ ده بيتكلم على اقرارات محمله. طيب، فبيقول هنا قبل تحريك الدعوه هتدفع الضريبه والضريبه الاضافيه و100% زي ما اتفقنا، بعد تحريك الدعوه الجنائيه وقبل صدور الحكم هتدفع الضريبه والضريبه الاضافيه و150%، بعد تحريك الدعوه الجنائيه وبعد صدور الحكم زي ما اتفقنا ضريبه والضريبه الاضافيه و175. ده لو الاقرار محمل بالضريبه. طب كويس، لو هي اقرارات لا شيء وصفريه هنرجع تاني للايه للي احنا اتكلمنا فيه في اول الفيديو. تقديم الاقرار خلال 60 يوم بعد مهله السماح قبل تحريك الدعوه، ادي 16,000 جنيه اللي هو الحد الاقصى. طيب، خلال 60 يوم بعد مهله السماح بعد تحريك الدعوه حضرتك هتدفع 33,000 جنيه. طيب، 61 يوم بعد مهله السماح قبل تحريك الدعوه خلاص يبقى 666,000 جنيه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه. طيب، الاقرار اليوم ال 61 بعد مهله السماح خلاص وبعد تحريك الدعوه وقبل صدور حكم طبعا هندفع 1,333,000 زي ما احنا كنا بنتكلم. فطبعا دي الاجزاء الخاصه بالمخالفات اللي صدر فيها التعليمات، واللي وزير العدل ادى فيها مات اللي ادى فيها وزير العدل كويس السلطه لرئيس مصلحه الضرائب في تحصيل مبالغ التصالح. وده كان عرض سريع للعقوبات. طبعا هتلاقوا الماده العلميه كالمعتاد موجوده تحت. يمكن انا هنا استخدمت بعض التعليمات، هسيبها برضو في اللينك تحت، وكمان هسيب لكم صوره من او لينك للماتيريال الاخرى، زي مثلا انا استخدمت وانا بستعرض الاجزاء الخاصه بالقانون او المواد بتاعه القانون، خدتها من الملف بتاع الاستاذ محمود حموده برضو اللي هو كان حاطط فيه القانون 206 واللائحه التنفيذيه بتاعته، برضو هنسيبها تحت في اللينك للي حابب ان هو يحملها. اتعشم يكون الفيديو كان واضح. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، ما تنسوش تتابعونا دايما لكل جديد. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.